السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العربي. اليوم معنا موقع مميز، هو واحد من أهم مواقع المهام. هذا الموقع بيدفع على محفظة البرفكت ماني، بيدفع كمان على بنك الباير، كمان على المحفظة الوسيطة فوسيت باي، بحد أدنى للسحب $5. طبعا أصدقائي، الموقع فيه مجموعة كثير كبيرة من طرق الربح، أبرزها القيام بالمهام. مثلا هذا الشخص هون قايم بالمهمة، جاب أصدقائي من 10 دقائق أخذ 60 سنت، هذا قايم بالمهمة كمان من 10 دقائق أخذ 50 سنت، هذا أخذ 60 سنت. طبعا هون 60 سنت كلها من 10 دقائق. شايفين أصدقائي كله الشغل الحديث على هذا الموقع. طبعا الموقع كثير مميز، بيشتغل تقريبا من حوالي سنة ونص مثل ما ذكرنا أصدقائي. الربح منه ما صعب أبدا، يعني إن شاء الله خلال فترة زمنية قصيرة ممكن توصل لحد لأن السحاب وتسحب على محفظتك المفضلة. طبعا أصدقائي خلال هذا الفيديو أنا راح أشرح الموقع، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة ممكن أقدم إثبات سحب عن هذا الموقع. طيب بسم الله نبدأ. أول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك أنك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيه في صندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، أنا لما بستخدم أي روابط مقصرة هذا اللينك بياخذك على المدونة الخاصة فيه. المدونة الخاصة فيه في لينك مباشر، يعني ضغطتين أخي كريم بتفتح معك هاي الصفحة. طبعا في حال ما أخذك على صفحة التسجيل أنت بتروح على كلمة ساين أب هاي اللي هون وبتضغط عليها، بتفتح معك هاي الصفحة وتحط هون اسم مستخدم باللغة الإنجليزية، إيميل صحيح، باسورد، أرقام رموز حروف باللغة الإنجليزية. من عيد الباسورد بنختار بلدنا، حطه بشكل صحيح أخي كريم، لازم تختار بلدك بشكل صحيح. بعدين بننزل لتحت، بنحل الكباتشا، بنوافق على الشروط، كرييت اكونت، بيكون صار عندنا حساب. الموقع راح يبعث لنا رساله تاكيد على البريد اللي احنا سجلنا فيه، ممكن نلاقي هاي الرساله بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، نضغط على اللينك الموجود فيها، بتفعل حسابنا وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بنروح على كلمه لوجن هاي اللي هون، تمام اصدقائي، وبنسجل دخول على الموقع بشكل طبيعي، ايميل باسورد، وبنعمل حل الكباتشا وبنسجل دخول من كلمه ساين ان. طبعا اصدقائي هي واجهة الموقع من الداخل، اللي احنا بنجمع سنتات الدولار وبنسحبها على المحافظ اللي ذكرناها ببداية هذا الفيديو. الدفع من هذا الموقع دائما ممكن يتم خلال 5 أو 6 أيام وبحد أقصى أسبوع، تمام أخي كريم. طبعا هون الوالت بالانس هي رصيد الشراء، طبعا أنا وقت سجلت أعطاني هدية 10 سنت برصيد الشراء، ممكن كمان يعطيك إياها أنت أخي كريم خلال هاي الفترة، ما بعرف إذا أسها مستمرة لكن أنا أعطاني إياها. أنا كيف بدي بلش أشتغل على هذا الموقع؟ طبعا هذا الموقع بيدعم الناشرين وبيدعم كمان المستخدمين العاديين. طبعا الناشرين لهم شرح خاص، فأنا راح أشرح الفريلانسر، يعني أنت تكون فريلانسر أو مستخدم لهذا الموقع. الامبلوير هني لأصحاب الأعمال، هني اللي بيوضعوا الأعمال طبعا، والفريلانسر هني المؤدين أو بيأدوا هاي الأعمال. طبعا إذا ضغطنا على فريلانسر بتفتح معنا طرق الربح داخل هذا الموقع. طبعا أول وحدة عندنا براوز أو مشاهدة الأعمال، طبعا مشاهدة الأعمال اللي لازم نأديها داخل هذا الموقع، بضغط عليها طبعا بتفتح معي هاي الصفحة أصدقائي. طبعا هون الأعمال المتاحة شايفين انترناشونال، كلها هدول دوليات، تمام. مثلا هون العمل ب 6 سنت، هون ب 10 سنت، 6 سنت، 5 سنت، يعني شيء منه صعب. طبعا تأديت العمل لازم يتم خلال 10 دقائق، بروح لهون، هون مأداها 12 شخص من أصل 16، هذا أدمن هاي المهمة طالب 16 شخص، هون طالب 120، هون 120، هون مأداها 49، 48. كيف أنا بدي أشتغل على مهمة؟ أنا طبعا كل المهمة تختلف عن الثانية، وما فيني أنا أديها هلا هون لأنه راح يطلع لك شيء ثاني، تمام أخي الكريم، فأنا بس بضغط على المهمة. طبعا أصدقائي افتح معي الصفحة، بيقول لي 6 سنت باخذهم إذا اشتغلتها 10 دقائق، بنزل لتحت، مأداها 12 شخص، بنزل لتحت، شايفين أصدقائي سبميت بروف، هون بنقدم الإثبات، وهون بيقول لك شو الطريقة أو شو المطلوب منك تأدي مشان تكسب من هاي المهمة، بنزل لتحت أصدقائي، تمام، بشوف أنا شو المطلوب مني، جوبز ديسكريبشن، بقرا شو المطلوب مني، فيني آخذهم ترجمهم على مترجمة جوجل، ترجمهم للغة العربية، افهم شو المطلوب مني، بعدين بنزل لتحت، بيقول لي شو المطلوب مني لحتى أقدمه. هو طالب هون سكرين شوت، شايفين أصدقائي، إنه صورة من الداشبورد إنك أديت المهمة، ممكن كانت تكون تسجيل أو أي شيء، طبعًا، واسم المستخدم اللي استخدمته خلال التسجيل، تمام، بنزل لتحت، برفع الصورة هون، بحط اسم المستخدم، سبميت بروف، طبعًا خلال 24 ساعة راح أكسب قيمة هذه المهمة، طبعًا أنا بفوت بأدي 20-30 مهمة لحتى أوصل لحد أدنى بالسحب، يعني شغلات جدًا بسيطة ومكسبة، مانا سيئة أبدًا، يعني مانا ضيعت وقت أصدقائي، شيء جدًا سهل وبسيط. طبعًا بتابع بقية هذه المهمات، بشوف المطلوب مني بأدي. في عنا طرق تانية كمان بسيطة للربح إذا حابب أشتغل على الطرق السهلة، تمام أصدقائي، فريلانسر مرة تانية، عنا مشاهدة إعلانات، بضغط عليها. طبعا أصدقائي افتح معي الصفحة، موجود 31 إعلان، بنزل لتحت، قيمهم بسيطة، مانا كبيرة، تمام أصدقائي، طبعا قيمة بسيطة 0.01 تقريبا، كل 5 إعلانات هون 1 سنت، هون بصيروا أصغر، بروح على فيزيت. طبعا الإعلانات هي شيء مساعد، الشغل الأساسي
هو المهمات أو العروض المطلوبة داخل هذا الموقع، تمام أصدقائي؟ طبعا شايفين في هون عدادي رقمي، انزل بالصفحة لتحت ما تعد معي. طبعا انتهت، get reward بضغط عليها. please wait ما يعمل تأكيد. أعطاني آخر عدادي رقمي اللي هي 30 ثانية. طبعا الإنترنت عندي بطيء اليوم. طبعا أعطاني بعد كباتشا، بختار الصورة المخالفة. صار فيني أسكر هيك الإعلان أصدقائي، وكسبت قيمة هذا الإعلان. تمام، كسبت قيمة الإعلان 0.018 تقريبا، يعني شيء بسيط وسهل. بتابع بقية الإعلانات بكسب منها. في عندنا كمان شغلات تانية داخل هذا الموقع. إذا رجعنا للفريلانسر عندنا كمان ديلي بونوز، في عندنا كمان صنبور. طبعا أصدقائي هذا الصنبور كل 5 دقائق كليم فري يو اس دي افري 5 مينت، ممكن يعطيك لغاية 5 دولار، لكن هو بشكل عام راح يعطيك سنت، راح يعطيك نص سنت، ربع سنت، يعني أنت وحظك. كليم فري يو اس دي، تمام، راح يعطيني هون. شايفين أصدقائي بليز ويت، عدادي رقمي 10 ثواني. طبعا انتهت، كليك هير تو سي كاباتشا، فتح لي الكاباتشا، بنحل الكاباتشا. get reward رح اكسب قيمة هذا الصنبور. تمام اصدقائي نشوف شو رح يعطينا. طبعا اعطاني 0.01، يعني 10% من سنت، فينا نقول شيء بسيط جدا. فيني بعد 5 دقائق اشتغل على هذا الصنبور او استمر بالمطالبة على هذا الصنبور، يعني ما انه سيء، ممكن تصدف معك ضربات منيحة. في عنا شغلات تانية اصدقائي داخل هذا الموقع. في عنا كمان اصدقائي رابط الإحالة، ممكن من كلمة ريفيرال اضغط عليه يظهر لي رابط الإحالة. روج لهذا الموقع لحتى استفاد بشكل افضل. طبعا وانت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعية من المواقع. طيب هلا كيف بدنا نسحب من الموقع؟ نحكي الطريقة. طبعا بروح على اسم المستخدم الخاص بي او الماي مينو اللي فوق، ما في اي مشكلة. طبعا افتح معي اي صفحة، بروح على كلمة ويزدرو بضغط عليها. لازم يكون واصل ل 5 دولار اللي هو الحد الادنى للسحب. تمام اصدقائي، طبعا فيني اختار بيرفكت ماني، فوسيت باي، باير. بالنسبة للبيرفكت ماني بحط طبعا عنوان الدولار داخل بيرفكت ماني. بالنسبة للفوسيت باي بحط طبعا فوسيت باي بي تي سي ادرس، يعني عنوان محفظة البيتكوين من فوسيت باي. بالنسبة للباير بحط الاكونت ان او، او عنوان الدولار داخل باير اكونت ان او. تمام، باخذ العنوان بحطه هون. طبعا 5 دولار ريكويست ويزدرو، السحب ممكن يتم خلال 7 ايام. شايف اصدقائي withdrawal are processed within 7 business day، خلال 7 ايام. طبعا الموقع موثوق، بيشتغل من فترة زمنية طويلة، الربح منه مانو صعب. طبعا وفي طرق جدا مميزة اللي هي حكينا عنها ببداية هذا الفيديو، اللي هي انك تقوم بالمهمات داخل هذا الموقع. ممكن كل يوم تقوم بمهمتين او 3 او 4 او قد ما فيك، او قد ما هو متاح لبلدك في بعض المهام تاعها بس لبلدان معينة. في النهاية لا تنسوا اخواني اذا بدكم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.